ماما ما بدي روح أنا، ممكن تحكي معه وتشرحي له؟ اسمعني، أنا بكون أبوك وحكيك معي. ماما أنا جوعان كتير ولازم أخذ حبة الدواء، رح أطلع على غرفتي لفوق، فلو سمحتي تشرحي له لبابا شو حكيت. أبي ما نوقف. اسمعني وقف. إذا بتريدي بعدي. لا أنا بترجاك اليوم لا تتخانق معه، هو عم يتوجع هلأ، تركه بحاله. إيه جاندرا، لازم نتعامل مع أبي مانو بشكل كتير حذر، لأنه نياتي مانا هون لتهتم فيه. إذا مرة تانية إجت نوبة قوية رح يكون وضعه سيء. ساريتا حبة الدواء يلا. شو رأيك ماما حلمي؟ إيه نياتي، عطيته الدواء لأبي مانو على الوقت. ديري بالك على أبي مانو، لو شو ما صار انتبهي إنه يعرف أي شيء عن موضوع الحفلة تبع خطبتنا أنا وأناند اليوم. نياتي لا تشغلي بالك، هاليوم بالنسبة إليك وللدكتور أناند حيكون يوم حلو كتير ومميز، خلي تركيزك على الخطبة وبس. ومرة تانية بتمنى لك السعادة وألف مبروك إليك وللدكتور أناند. يلا سلام. بشوفك.